أستاذ إبراهيم عيسى، أنا عايز أكلم حضرتك بقى ككاتب درامي على سبيل التحديد. دايما بتذكر اتنين من كتاب الدراما الكبار، هم وحيد حامد وأسامة أنور عكاشة، ودايما بتقول أنا عايز أكمل مسيرتهم. صحيح. لماذا؟ الأستاذ أسامة أنور عكاشة في الدراما التلفزيونية يعني عمل مدرسة قائمة بذاتها وحفر نهر، الحقيقة لا يزال النيل يجري على رأي عنوان مسلسله الشهير. الأستاذ وحيد حامد واحد من أفزاز الدراما السينمائية والتلفزيونية. صحيح. وأيضا هو اللي وضع فكرة الفيلم السياسي والفيلم اللي في مواجهة التطرف وفي مواجهة الظلامية باعتباره عمل درامي ناجح وجماهيري بقوة. كل أساتذتنا الآخرين وهم أساتذة عباقرة بطبيعة الحال كلهم انشغلوا بعوالم متعددة ومتميزة للغاية، لكن كان في خطين رئيسيين في أعمال أسامة بن عكاشة ووحيد حامد. الخطين دول هو ده الهوية، التاريخ، الدين، السياسة. العالم ده لم يكن متوفرا عند كتير من كتابنا، واختاروا عوالم أخرى يخوضوا فيه. يعني أنا بحب جدا العالم اللي بيكتب فيه أستاذنا محمود أبو زيد الله يرحمه. أيوه. والثلاثية العظيمة بتاعت العار والكيف وجري الوحوش، فكرة العلم والدين والضمير، كل دي أمور ممتازة وكل كتابنا يعني على العين والرأس. إنما بالنسبة لي الاتنين دول هم علامات فارقة في المجال ده، ولأن أنا تقريبا يعني في حضن الاتنين دول من اليوم الأول. يعني أنا أول لقاء بيني وبين الأستاذ أسامة عكاشة كان بعد ما عمل مسلسل المشربية، ورحت قابلته وأنا صحفي شاب صغير في مقتبل العمر، حتى ربما كنت لسه طالب في الجامعة، في شقته في ربيع الجيزي، يعني قديمة جدا يعني. أستاذ وحيد حامد منذ اليوم الأول وإحنا هو كان له علاقة حميمة بمجلة روزا اليوسف، حيث كنت يعني أعمل بها وكنت مسؤولا فيها، فكنا تقريبا نلتقي مع بعض صباح كل يوم، وعشت أعظم أعمال وحيد حامد وهي تكتب وهي تصنع وهي تعرض وهي تثير الجدل. فطول الوقت أنا في كنف دوائر العظيمين، وكان في صداقة أزعم أنها صداقة شخصية. أول مشروع اشتغلته كسينما كان مشروع مع الأستاذ أحمد زكي الله يرحمه، فيلم السادات. فمن اليوم الأول أنا بأستدعى ككاتب لمهمة، مش لفكرة أن أنا يعني أعمل فيما يكتب فيه المبدعون الكبار الزملاء السابقون أو الحاليون. أنا بكتب في مهمة، المهمة بتاعتي أن أنا أكتب فيما هو يشتبك ما بين عالم السياسة والدين والهوية وعالم الدراما. طب هذه المهمة اللي حضرتك بتتكلم عنها، بتقول أنا دايما وأنا بكتب دراما بكون في مهمة. كتاباتك الدرامية اللي فاتت كلها، هل أتت ثمارها؟ وهذه المهمة نجحت في أنها تغير أشياء ما في المجتمع المصري، في القانون المصري؟ أهم شيء بالنسبة لي أنه بعد رحيل أستاذنا أسامة عكاشة وبعد رحيل أستاذنا وحيد حامد، هذا النوع من الكتابة مع وجود أساتذة كبار في كل المجالات، هذا النوع من الكتابة بدأ وكأنه يعني مش مشبع. فأنا رحت لهذا النوع من الكتابة كي يعني، لأنه أنا من المؤمنين بالتنوع والتعدد، وأنه لازم يبقى في أفلام أكشن وأفلام تجارية وأفلام رومانسية وأفلام كوميدية، لازم يبقى في دراما حربية ودراما عسكرية ودراما اجتماعية ودراما كوميدية. بس يعني لا مانع أيضا من بعض فالدراما التخصص السياسية يعني. دي الدراما السياسية دي أعتقد أن حاولت أن أنا أسد جانبا فيها، فظهر مولانا وظهر الضيف وظهر صاحب المقام وظهر فاتن أمل حربي وزارت حضرة العمدة كمان، ودول يعني في احنا بنتكلم من 2017 يعني في 6 سنوات 5 أعمال من النوع ده بيظهروا. موضوع المرأة والقوانين التي تحكم حياة المرأة شغلك جدا. طب هل الأعمال الدرامية الأعمال الدرامية اللي قمت بكتابتها هل أتت بأي جديد في القوانين الخاصة مثلا بعالم المرأة؟ أنا أحب طبعا أن أزعم أن مسلسل فاتن أمل حربي حرض الدولة المصرية على تغيير قوانين
الأحوال الشخصية وبصدد هذا التغيير، ولعل بعد يعني نهاية المسلسل وأثناء عرضه كانت هناك حوارات قانونية واجتماعية ونيابية وبرلمانية هائلة وواسعة. السيد رئيس الجمهورية بنفسه تدخل وطلب وكلف الحكومة وعقد لجنة وشكل لجنة لعمل إعادة النظر في القوانين، إعادة النظر ووضع قانون جديد لا يزال حتى الآن قيد التشكيل. أعتقد أن ده يمكن أن يضاف إلى المجهود اللي عمله أساتذتنا حسني شاه وسعيد مرزوق في أريد حلا لما عملوا تغيير في بضعة مواد في قانون الأحوال الشخصية، يضاف إلى ما قدمه العبقر العظيم الراحل فريد شوقي في كلمة شرف لما اتغيرت مادة في القانون الجنائي بحيث يمكن السجين من زيارة أهله المرضى. كذلك فريد شوقي نفسه في جعلوني مجرما اللي انتهى إلى قانون ب يعني العفو عن السبقة الأولى وعدم وجودها جوه السجل الجنائي للمتهم ما دامت لم تكرر. ده دور من أدوار الفن، دور يعني ليس الدور الوحيد وليس الدور الأهم لكنه دور مهم، بمعنى ايوه ان الناس تضحك لو تتفرج على المسلسل ده دور كويس وعظيم على فكرة، لكن ايضا انها تفكر وتتنور وتغير قوانينها ده دور ايضا مهم، أو تضغط حتى لتغيير القوانين لان الناس تصنع رأي عام لتغيير القوانين. دي ادوار كل منا يقوم على قدر همته وموهبته ومهمته، فانا اعتبرت نفسي ان ده جزء من المهم. لكن كمان انشغل بالمرأة، لازم انشغل بالمرأة لانه كمان التيار السلفي والتيار المتطرف لا ينشغل تقريبا الا بالمرأة، ولازم نسأل ليه بيعمل كده يعني ليه معني ومهتم ومهووس بفكرة المرأة وتحريم المرأة وتجريم المرأة ليه؟ لأنه هي العمود الحقيقي للمجتمع. المرأة هنا هي توازن المجتمع الحقيقي والنفس الإنسانية والبشرية كلها، لا يمكن أن تستقيم إلا بالمرأة ولا يمكن أن تنجح إلا بالمرأة. هو لما يقعد يضرب في المرأة بيضرب في نموذج الرقة والحنان الشراكة الدفء المساواة، يعظم من فكرة الاستعلاء. هو عايز يقول ان المسلم يستعلي على غيره من الأديان والذكر يستعلي على المرأة، لا كده كتير. وعشان كده في حرب ضد المرأة. الحرب ضد المرأة ده للأسف مع جانب محافظ وتقليدي في مجتمعاتنا بيجد دورا، فتلاقيها حرمان من الميراث، تلاقي في قسوة رهيبة في قانون الأحوال الشخصية كأنه موضوع من قبل يعني ناس يعني مهمتهم السادية ضد المرأة. وده ظهر في دراما رمضان السنة دي أيضا، طبعا في عمل جميل وبديع تحت الوصاية للفنانة الكبيرة منى زكي والأستاذة شيرين والأستاذ خالد دياب والأستاذ شاكر قدير مخرجا. فأعتقد أن احنا قصاد لابد من الاهتمام الشديد بالمرأة. احنا بنتكلم على 48.5% من نسبة سكان مصر، مصر السكان مصر المؤنثة، واحنا بنتكلم على 30% من الأسر المصرية تعيلها امرأة. ده 30% بتعيلها امرأة، زودي بقى الامرأة دي اللي بتشارك الرجل في بقية الأسر الأخرى، فهتلاقي تقريبا 90% من الأسر المصرية تعيلها امرأة بالشراكة مع رجل أو منفرد.